بعد انا اعلم. بس والله ما شاء الله خميته هنا. قوم يلا الحين عندنا عزيمه، بتجي بنت خالتك وخالتك يجون معنا ويستانسون. يلا بسرعه دقيقه بالضبط وجيك. والله بقفل ما عاد تمسكين الايباد محرومه منه. ليش توقفينه؟ ما شاء الله انا صار لي نص ساعه وانا قميتك. قومي 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 البسي وتكشي خليك نفس امك حبيبتي. ويلا وبعدين ابيك تساعدين عشان اودي مكسرات عشان العزيمه بيجون. يما انا ما ابي اطلع العزيمه. حتى ما تطلعين اهم شيء تساعديني انا وامك. خلي اختي الكبيره تساعدك. ليس انا انت يا صغيره لا تجدين تساعدين. يلا بسرعه خل نشوف البنزين وين راحت. ابغى كل شوي ادور فيها. يلا امشي قدامي. يلا بتجنني هالبنت. حسنا تفضلي. طبعا يوم بنتي قاعد ذاكر قالت ما احب ازعجس. تفضلي. الله يوفقها. الا شو اخبار بنتك؟ شو علومها؟ الحمد لله والله زينه. ايوه نسيت اضيفك، هذه تونا شرنا من البحرين جديده توها ما فيها ولا شيء. هنفتحها بس لك. تحبين شو اسمه؟ شو اسم المحل؟ واضح انه زين. ايه هالمحل بالبحرين ما شاء الله. لازم اضيفك بحق البحرين يجنن. واسم المحل على كيفك هو يعني كذا اسمه. والله يجنن. تبين الشوكولاته انه هي اللي هو في يجي عدد حبات اكثر من هذه. ايه شوفي كيف ما شاء الله تونا شارينها من البحرين. اقصد انه مثلا يجي بدال الاربع حبات ستة سبعة. يجي في احجام حجم واحد وغير ذا في خمسة ما شاء الله. السلام عليكم. وعليك السلام. هذه بنتي اللي قلت لك انها تذاكر. لين يا بنت. هلا يما. بسرعة قومي واعطي البنت قهوة. حياك الله. الله يحييك. تفضل. سلمتي. ايه يا ام سالم. بنت اتركي السماعة الان. يما حبيبتي الحين انت عندنا عزايم بعدين اتفهمك. واتركي الايباد اصلا عادي حين. وفي نهاية هذه الفيديو لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. نبغى نوصل 300. وطبعا قبل لحظة يا مفقفين اذا تبون نسوي سكتشات. طبعا الحين تونا يعني ما نعرف نسوي سكتشات مرة حلو، بس انه نسوي سكتشات. فاذا تبون نسوي سكتشات كثيرة اكتبونها تحت التعليقات وبس.